في ناس كتيرة جدا ربطت ما بين البريكس وبين تعويم الجنيه. البعض شايف ان دخول البريكس ده هيأجل موضوع تعويم الجنيه. ايه هي مجموعة البريكس وهل هيبقى في عملة اسمها البريكس هتنافس الدولار؟ ايه مصير الدولار خلال الفترة القادمة؟ ايه هي الفوائد اللي هتستفيد منها مصر بالانضمام الى مجموعة البريكس في يناير 2024؟ هل ده معناه نهاية لفترة طويلة من أزمة العملة في مصر؟ وأخيراً هنتكلم على قصة تعويم الجنيه، وهل هيحصل تعويم للجنيه؟ خاصة أن من فترة طويلة وفي كلام كتير جداً في السوق المصري من فترة لأخرى حول تعويم الجنيه. تعالوا معانا نتكلم على كل التفاصيل. بنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، مشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة، وتعالوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. ليه كل الحديث، ليه كل الحوارات اللي دارت حوالين البريكس؟ مجموعة البريكس ده مجموعة بتتكون من 4 دول لحد 2010، وبعد كده بقوا 5 دول. وكلمة البريكس نفسها هي كلمة لاختصار للحروف الأولى من الدول الخمسة، اللي هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. الـ5 دول دول من الدول النامية بيحاولوا من 2006 وحتى تاريخه ان هم يكسروا الأصنام الغربية التي تتمثل في هيمنة الدولار الأمريكي، تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، كل المؤسسات اللي بتتحكم في الاقتصاد العالمي وبتفرض رأيها أو إرادتها على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بتستخدم الدولار لأنه هو العملة الرئيسية في التحويلات النقدية في معاقبة دول العالم، وكان آخرها روسيا في الحرب الأوكرانية الروسية، وتم تجميد الأصول الروسية اللي هي بالدولار إلى جانب إخراج روسيا من نظام سويفت. 5 دول دول قرروا إن هم يسمحوا بالتوسع في انضمام الأعضاء. على حسب تصريحات جنوب أفريقيا، في أكثر من 40 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام لمجموعة البريكس، لكن اللي قدموا بالفعل هم 23 دولة. تم اختيار 6 دول ومنهم 3 دول عربية، مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وأثيوبيا وإيران. دول الـ6 دول اللي هينضموا بداية من عام 2024. ايه هي مجموعة البريكس؟ هما 5 دول، بدأوا بـ4 دول في عام 2006، وكان اول اجتماع في عام 2008 وكان اسمها البريك. وبعد كده لما انضمت جنوب أفريقيا في ديسمبر 2010 أصبحت اسمها البريكس. قبل ما نقول الهدف من التكتل، التكتل ده بيتمتع بميزة تختلف عن كل التكتلات اللي هي موجودة، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الأسيان أو الكوميسا في أفريقيا. كل التكتلات دي بتجمع ليها وحدة مشتركة، لكن تكتل البريكس لا في منطقة جغرافية مشتركة، ولا في لغة مشتركة، ولا في إنتاج مشترك، متواجدة في 4 قارات، وده اللي بيديها الميزة التنافسية في التكتلات الاقتصادية، إلى جانب إن هي كانت من أعلى معدلات النمو خلال الفترة الماضية. الـ5 دول فقط قبل ما ينضموا الـ6 دول بيمثلوا تقريبا 26% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، اللي هو بيوصل ل 101 تريليون، يعني ما يقترب من 26 تريليون دولار هو حجم الناتج للدول الـ5 فقط قبل انضمام الـ6 دول. الدول دي زي الصين، الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العالمي. نيجي نبص على مساهمة التكتل في التجارة العالمية، هنلاقي إن هو البريكس في عام 2022 إن الصين تصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ 15% من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثانية من حيث الاستيراد 11%. روسيا تعد ثاني مصدر للوقود في الترتيب الـ15 من حيث الصادرات، الهند في المرتبة 21. المساحة الجغرافية لدول الكوميسا بتمثل 26% من مساحة العالم،
وفيها ما يزيد على 42% من السكان، وده بيديها تميز. لحد الآن احنا بنتكلم على الخمس دول فقط الأساسية في البريكس. كمان فيها تنوع في الهيكل الإنتاجي، يعني روسيا قوة إنتاجية هائلة في النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميا في تصدير الوقود، وكذلك الأول عالميا في تصدير الأسمنت، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة. الصين بتتنوع في الإنتاج الصناعي غير النفطي، تتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتتميز جنوب أفريقيا بصناعة استخراج المعادن والأحجار الكريمة وخاصة اللؤلؤ. أما البرازيل فبتتميز بالزراعة كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب والملابس والمنسوجات. أما الهند فتمتلك صناعة برمجيات متطورة. التنوع في الهياكل الانتاجية دي بيدي ميزة لمجموعة البريكس من حيث حجم التبادل التجاري، كمان بيدي ميزة للدول اللي هتنضم جديد ان هي تستفيد من التنوع. مصر على سبيل المثال ممكن تكون مركز لتصدير القمح الروسي لكل دول أفريقيا بما لديها من إمكانيات. أيضا عملية التبادل التجاري ممكن تزيد. لكن لو جينا نبص على الاتفاقيات اللي تمت خلال الفترة الماضية بين دول البريكس واللي هتستفيد منها الدول الجديدة اللي هتخش البريكس ومنها مصر، هنلاقي إنها وقعت على عدد من الاتفاقيات المهمة جدا، ودي النقطة المحورية اللي احنا منتظرينها، اللي خاصة بالعملات وتقليل الضغط على العملات الصعبة. طبعا احنا مصر من الدول الناشئة، فده بيقلل من الضغط على العملة الأجنبية. أهم نتائج الاجتماعات السابقة هو توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحولات النقدية الدولية كخطوة في تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة الدول التكتل إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية لدول الأعضاء. أيضا الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، وكالة لتصنيف الائتمان، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وصندوق احتياطي خاص بالطوارئ كخطوة نحو تجنب هيمنة المؤسسات الدولية، ودعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية. مجموعة الاتفاقيات اللي تمت دي هتخلي الدول اللي هتنضم جديد ومنها مصر، رقم واحد ان هيتم التبادل بالعملات المحلية، ولما يتم التبادل بالعملات المحلية ده هيقلل الطلب على الدولار، وبالتالي الدولار ممكن يشهد تراجع. حاجة التانية، هيزيد من التبادل التجاري ما بين الدول، يعني على سبيل المثال مصر هتستفيد من التبادل التجاري مع دول البريكس بما يؤدي إلى زيادة الصادرات. رقم اتنين، عملية التبادل التجاري دي هتتم بالعملات المحلية، مصر هتستفيد من بنك التنمية اللي تم تأسيسه بالحصول على قروض ميسرة، ده ممكن يغطي جزء من الفجوة التمويلية، إلى جانب أن مصر بتبحث على حلول أخرى هتساعد مصر، ده غير الفرص الاستثمارية اللي ممكن تتم داخل السوق المصري، وخاصة في منطقة قناة السويس اللي بيتم تحويلها حاليا لمنطقة استثمارية متكاملة عالمية وليست محلية، وبتجذب كل الشركات وخاصة الشركات من الصين. كل ده بيصب في صالح الاقتصاد المصري ودعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. فإذا مصر هتستفيد من الانضمام لهذا التكتل بأشكال متعددة وطرق مختلفة، كلها في صالح الاقتصاد المصري. أيضا الدول التانية هتستفيد من موقع مصر، وهتستفيد من مصر لأن مصر زي ما حضراتكم عارفين من أكبر الدول المستوردة للقمح على المستوى العالمي، إلى جانب الحبوب وغيرها من أنواع السلع والمنتجات اللي بتستوردها مصر. مصر أيضا هتستفيد من البرمجيات الهندية المتطورة، إن ممكن تعمل عملية توطين للتكنولوجيا داخل مصر.
في فوائد كتيرة جدا هنستفيد منها إن شاء الله، سواء كانت مصر أو السعودية أو الإمارات هيستفيدوا من هذا التكتل، وأيضا هيفيدوا التكتل، لأن الثلاث دول السعودية ومصر والإمارات من أكبر الاقتصاديات في المنطقة العربية، وكل دولة تتمتع بميزة نسبية هتفيد التكتل بلا شك، وهتستفيد من التكتل. والإمارات على سبيل المثال مؤخرا وقعت اتفاقية مع الهند للتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما يقترب من 150 مليار دولار. ده معناه إن في إصرار من دول البريكس خلال الفترة القادمة إن يحدوا من هيمنة الدولار الأمريكي. وتصريحات الرئيس الروسي نفسه بيقول في كل لقاء إن هيتم الاستغناء عن الدولار، إلى جانب المجتمع الدولي نفسه بيفقد الثقة في الدولار بالتدريج نتيجة لأن الولايات المتحدة بتستغله في فرض العقوبات. شفنا البنوك المركزية اتجهت خلال الفترة الماضية وخاصة في عام 2022 إن تكون أكبر مشتري للذهب منذ 50 عام. شفنا الدولار بيتراجع نسبته من الاحتياطي بتاع البنوك المركزية من 80% لأقل أقل من 60%. شفنا بعض الدول أو بعض البنوك المركزية إن هي بتغير من سياستها وتتبع حاجة اسمها سلة عملات، يعني ما تعتمدش على الدولار فقط، تعتمد على سلة من العملات زي الين واليورو واليوان والروبل، ما بيعتمدش فقط على الدولار. كل ده من شأنه إن هو بيهز ثقة في الدولار. هل هيتم خلال الفترة القادمة انتهاء الدولار أو انتهاء هيمنة الدولار؟ ياريت حضرتك تجاوب لنا على السؤال دوا. نيجي للسؤال المهم، هل هيتم تعويم الجنيه؟ عملية الربط ما بين البريكس وبين تعويم الجنيه مش عارف جات ازاي، لكن مفيش علاقة ما بين الاثنين. يعني البعض شايف ان بعد توقيع الاتفاقية يعني مفيش تعويم للجنيه، لا، هو مفيش عملية ربط بينهم. والبريكس دي زي ما قلنا كده وشرحنا دي تكتل اقتصادي لسه لم يتحول إلى عملة، وكل المؤشرات بتقول في صعوبة في الفترة الحالية إن يتم طرح عملة باسم التكتل دوت وباسمها البريكس حتى تاريخه، ولسه ما نعرفش اسمها ازاي. مفيش حديث عن وجود العملة، في هدف لكن لسه مفيش أي خطوات عملية لعملة البريكس. دي واحد. حاجة تانية ان انضمام مصر للبريكس ده من شأنه بيقلل الضغط، لكن هل الضغط لسه موجود؟ لسه موجود. هل الحكومة بتفكر في بدائل؟ بتفكر في بدائل، وعملت بالفعل بدائل زي بيع الأراضي 2 مليار دولار، زي طروحات الحكومة اللي وصلت ل 2 مليار حاليا، زي تنوع مصادر الاقتراض من الخارج ومنها تكتل البريكس، بنك التنمية الجديد ممكن يتم الاقتراض منه بشروط ميسرة. كل دي عوامل بتقول ان خلال الفترة القادمة ممكن يزيد موارد مصر من الدولار، سواء عن طريق السياحة اللي هتيجي، وحضراتكم عارفين ان السياحة الروسية تعد من اكبر مصادر السياحة في مصر، وايضا السياحة من دول البريكس، الى جانب موضوع زيادة الصادرات للمنطقة دي. المهم كلها عوامل بتصب في ممكن موارد مصر تزيد من الدولار، وبالتالي مش بس ان مفيش تعويم، ده ممكن كمان الدولار ينخفض. رأيي انا في قصة التعويم كنت قلته بس مباشر قبل كده او قلته في حلقة، ان القيادة السياسية نفسها قالت مفيش تعويم لان ده بيمس امن الدولة نفسها، وبالتالي مفيش تعويم. الحاجة التانية ان عملية التعويم نفسها ايه اللي حصل لنا لما حصل تعويم؟ لما حصل تعويم معدلات التضخم ارتفعت وبشكل كبير جدا، فلما ارتفعت معدلات التضخم البنك المركزي رفع اسعار الفايده، لحد تاريخه لسه التضخم مرتفع والفايده تاثيرها مش قوي في خفض التضخم، وكان السبب الرئيسي هو ان انا عومت الجنيه فادى الى التضخم اللي احنا شفناه ده. فبالمنطق البنك المركزي مش هيمشي عكس وظيفته الأساسية وهو ضبط الأسعار،
أو محاربة التضخم. فلما يكون بيحارب التضخم مش هيعمل حاجة تؤدي إلى التضخم هو خفض قيمة الجنيه، دي زاوية تانية. الزاوية التالتة أو العامل التالت اللي أنا بستند إليه إن مفيش تعويم، إن الحكومة بتبحث عن حلول أخرى تزيد مواردها، منها زي ما قلنا بيع الأراضي، طرحات الحكومية، زيادة السياحة، ودخول البريكس والاستفادة من التمويل الميسر. أنا بعتقد في كثير من الأحيان أن استخدام كلمة تعويم الجنيه من فترة لأخرى بهذا الصورة وبهذا الشكل بأن فترة كبيرة جدا هو هدفه الأساسي أن التجار يبيعوا السلع اللي عندهم بأسعار مرتفعة، وده اللي أنا بشوفه وبلاحظه من خلال بعض التعاملات، أن بنشوف الحق اشتري دلوقتي قبل ما يتم التعويم الرابع، الحق اشتري دلوقتي كذا قبل ما يتم التعويم، لأن الأسعار هتضرب في 2 و3، ودي موضوع لاستغلال الظروف اللي بتمر بيها وحالة عدم اليقين، وكلنا في حالة عدم اليقين. حتى التوقيت اللي احنا موجودين فيه حاليا لسه بنقول ان كل السيناريوهات مفتوحة. أنا بعتمد على مجموعة من العوامل، ممكن حد تاني يعتمد على مجموعة أخرى من العوامل، وقول البلد في محتاجة لتمويل كبير خلال الفترة القادمة ولا بديل عن تعويم الجنيه، ده ممكن وده ممكن. في النهاية اللي هيحدد كل الموضوع ده هو الفترة القادمة. لو عند حضرتك رأي آخر بنرحب بيه اكتبه على القناة، ده يشرفنا بكل تأكيد. في النهاية انضمام 3 دول عربية، مصر، الإمارات، السعودية، ده بيمثل مزايا متعددة للدول الأعضاء، إن هي يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية فبيقلل الضغط على الدولار، إلى جانب الاستفاد من الفرص الاستثمارية المتبادلة وتوطين التكنولوجيا، وزي ما شفنا التنوع في الهياكل الانتاجية للدول الخمسة الرئيسية، ده هيدي ميزة نسبية للدول اللي داخلة جديد في يناير القادم 2024. أما موضوع تعويم الجنيه فما لهش علاقة مباشرة بالبريكس، لكن البريكس هو من ضمن الحلول اللي الدولة بتفكر فيها في اتجاهات مختلفة، ان هي تزود مواردها من العملة الأجنبية لتقليل الاعتماد على الدولار. فلما تعمل مصر حجم التبادل التجاري مع هذا التجمع الكبير، ده بيقلل الضغط على الدولار داخليا. وقصة تعويم الجنيه قصة منتهية بعد حديث الرئيس اللي قال ان عملية تعويم الجنيه ده قضية امن قومي، يعني مفيش تعويم. وزي ما شرحت لحضراتكم انا بعتمد على 3 عوامل بتقول ان مفيش تعويم في خلال الفترة القادمة، وده مع ثبات العوامل الحالية. نشكركم، بنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خصيصة الجرس ومشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن عن رفع شهادة البريمو اللي هي 3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات ثابتة خلال مدة الشهادة.